آخر يوم من الحملة الانتخابية للمترشح علي بن فليس كانت من العاصمة، ومن هنا جدد التزامه بالسهر على التوزيع العادل للثروة الوطنية على فئات المجتمع، متعهداً بمحاربة البيروقراطية ورفع التسييس عن الفعل الاقتصادي وإدخال الرقمنة لإضفاء الشفافية. المال هو مخبي في الصندوق تاع الدولة، يحرصوا فيه بالفتح الناس النقيين، والتوزيع يديرهم ناس اللي يقدروا ويعرفوا كذا يسيروا. الدولة تطلع ولا ما تطلعش هكذا، تصلح ولا ما تصلحش هكذا. هذا هو برنامج اقتصادي باش ما نطولش، نحيو البيروقراطية ونحيو حاجة خطيرة كذلك يسميوها تسييس الفعل السياسي، الفعل الاقتصادي عفوا. بن فليس الذي يشارك في المعترك السياسي للمرة الثالثة أكد عزمه على تطوير قطاع الفلاحة واستغلال قدرات البلاد، كما خاطب الإطارات المتقاعدة واعداً بتثمين خبراتها والاستفادة منها، مع التزامه بفتح ملف التقاعد. وكلمة موجهة كذلك للفلاحين، وهم قدرات وهم بالملايين في الجزائر، أغلبهم محروم من القروض، محروم من الأرض، محروم من الآبار، محروم من وسائل النقل في الريف، محروم من الكهرباء، ربط الكهرباء بالريف. هؤلاء جميعا قدرة ومكانة قوية يمكن تثمينها واستغلالها واستعمالها. المترشح بن فليس وعلى مدار 3 أسابيع شرح مشروعه السياسي عبر 38 ولاية لإقناع الناخبين يوم 12 ديسمبر الجاري، داعيا الشعب الجزائري للذهاب للاقتراع واختيار رئيس يقود البلاد.